part of Bay Ridge and most of Staten Island. And these folks, Democrats, they just decided to come. So I'm going to let her say just a few words and then we'll get on with the program. Hi, my name is Rachel. I work with Max Rose, who's running for Congress in our district. Earlier this week, we had an iftar in our office, and it was one of the most special occasions where we had the opportunity to share an evening of diverse communities communication and really kind of bridge some gaps. So I'm really honored that you were invited to come here tonight. Max is sorry, of course, we couldn't be here, but very honored to be able to, you know, share this with you. Thank you. Inshallah, so we're going to turn it over to Brother Zaid. He has everything under control. And Zaid, Naji. Assalamu alaikum. هذه أول فعالية في هذا المقر الذي بإذن الله سيكون عنوان أو أحد العناوين للجالية اليمنية ويكون بيت لكل اليمنيين. دعوني اسمحوا لي 5 إلى 10 دقائق لأتحدث عن مشروع جمعية التجارة اليمنية من أمريكا. الكثير منا هنا جميعنا بشكل أو آخر أسهم ويسهم وسوف يسهم بإذن الله في جعل هذا المشروع يؤثر بشكل مباشر على حياة اليمنية الأمريكية. أي شخص ينظر بتأمل وتفكر إلى اليمنية الأمريكية سيجد أن المتجر هو سنتر أو مركز الوجود اليمني في أمريكا. فكل واحد منا هنا إن لم يكن مالك متجر فقد اشتغل في متجر، وإن لم يكن قد اشتغل في متجر فله أخ أو قريب أو أهل أو له رابط أو إن دربه قد مر عبر المتجر. وكل الخيرات التي يجنيها اليمني الأمريكي معظمها أتت من المتجر. فقدرتنا على إعانة الضعفاء من أقاربنا وأبنائنا نتيجة الخير الذي نجنيه من المتاجر، وكذلك احتضاننا لآبائنا القادمون من الأرياف ومن مناطق بعيدة جدا في اليمن لا يتعلمون ولا يجيدون اللغة الإنجليزية ولا يستطيعون أن يعملوا إلا في بيئة خاصة هي من خيرات المتجر. وكذلك وللأسف بحكم أننا فئة مهملة كثير من السلبيات التي تؤثر على اليمني الأمريكي، وللأسف وكما يقولون ما في البيت إلا أهله، ولازم أن نصارح أنفسنا قادمة أيضا من المتجر. ولذلك كان ولابد أن يكون لدينا جمعية تهتم بهذا المكان الذي هو مهم جدا لوجودنا. على هذه الأسس ولد مشروع جمعية التجارة اليمنية الأمريكية، وهو يتمركز على 3 أركان أو 3 أذرع: ذراع توعوي. ومن خلاله بإذن الله كلنا جميعنا، ليس فقط من يعملون في الجمعية أو من أسماءهم أو الوجوه المعروفة، إنما كلنا جميعنا، الأخ ياسر بشعره، الأخ بشير بقلمه، الأخ نبيل بقدراته، الأخت رابعة بصفحتها بالتويتر، كلنا هذا مشروع الجميع. أحد شعارات الجميع لاعبون كثر وروح واحدة، هذا مشروعنا جميعا. قد نضطر أو لابد أن يقيم عليه 3، 4، 5، 10 أفراد، لكن هو مشروعنا جميعا، والخير سيعم. هذا عمل لابد أن يتم، وإن شاء الله سوف يتم. ذراع توعوي من خلاله سنقوم بإذن الله على توعية الجالية اليمنية بما يجب فعله بشكل عملي وحرفي ومواكب للمتغيرات. حاليا لدينا صحيفة صوت التاجر وهي موجودة، من خلالها بإذن الله سوف نسهم في التواصل مع أبناء الجالية. حاليا نرسل ما يقارب 2500 نسخة عبر البريد، وما تبقى نضعها في أماكن تواجد اليمني الأمريكي. والكل هنا، كلكم جميعنا لدى كل واحد منا موهبة، فمن يجيد الكتابة لو سمحت نتوسل بل نشحذ منكم، اكتبوا ما تعرفه أنت
اللي خلف الدكان مش عارف لا. سنة احنا لا مش معنا وللأسف لا نظام في اليمن ونحن هنا غير مفهومين الا بنعين انفسنا الا بنعين انفسنا ايش حد بيعيننا. ذراع التوعوي معنا صحيفة صوت التاجر ومعنا برنامج قضية تحت المجهر وهو برنامج شهري من خلاله بأحرفنا المكسرة وجملنا الغير مرتبة وطرقنا وأساليبنا نتداول كل شهر قضية إن شاء الله. للتو نشرنا الحلقة الرابعة وكانت حول إعانة بعضنا البعض والحلقة الخامسة ستكون حول المنافسة الغير شريفة. لا يعقل إن الريد بول $3 في المحلات الأخرى وعند اليمني بداله 75. نحن نحطم بعضنا بعض نكسر بعضنا بعض. فلذلك من خلال هذا البرنامج سوف نتطرق إلى قضايا كثيرة. قضية القادمة المنافسة الغير شريفة. زمن إن إحنا نكسر بعضنا البعض والآخر يستفيد قد انتهى. الجانب الثالث هو لقاءات كهذا. هذا هو يعتبر اللقاء الميداني الثالث وفيه نشكر شركة نور ولدينا ضيف باكستان شهير إن شاء الله سيتحدثون. هذا اللقاء الميداني الثالث. الأول أقمناه في منطقة كوينز والثاني في منطقة البرونكس وهذا هو الثالث. من خلاله أيضا ننقل المعلومة نوعي المجتمع وبإذن الله أيضا الكل لابد أن يكون له يد في صناعة هذه الأمور أو هذه الأحداث. بإذن الله في هذا الملتقى كل شهر سنكرم شخصيتين. الشخصية الأولى ولدينا الآن فيما بيننا تاجر الشهر وهي جائزة جمعية التجار تعطيها لكل من يجسد الصورة التي أنا وأنت وجميعنا نريدها لليمني الأمريكي. والجائزة الثانية ستكون لشخصية تعمل على إعانة اليمني الأمريكي بشكل أو بآخر. هذا الجانب التوعوي. 3 برامج وفعاليات أخرى. أيضا لدينا الجانب الحقوقي. جمعية التجار تسعى من خلال هذا الجانب على إعانة اليمني الأمريكي سواء الفرد أو نحن جميعنا كمجتمع. في قبل عدة أشهر في منطقة البرونكس كانت ابنة تاجر يمني في المدرسة أستاذ سبستوت حاول أن ينتزع الحجاب فيها. زمن إن هكذا حوادث تمر دون أن يلتفت لها أحد منا قد انتهى. تم الاتصال بجمعية التجار اليمنيين الأمريكيين. جمعية التجار تصرفت ومن خلال علاقاتها وإمكانياتها ضغطت وأتت بوسائل الإعلام الميديا وواصلت مع المسؤولين في البرونكس والحمد لله والشكر لله. تم طرد الأستاذ وحاليا هناك دعوة قضائية والاحتمالات وتوفير محامي لأبو البنت وهناك قضية رفعت والاحتمالات تقول بأن والد البنت والبنت سيفوزون بالقضية. لهكذا أمور غدا اليوم أنا أنت ولدي خالي عمي أي واحد أي يمني أمريكي من الآن وصاعدا لازم أن يعرف أن لديه مؤسسة تعمل أو تخدمه ليس تكرما. إنه واجب علينا وبإذن الله سنكون وكذلك كالمجتمع ككل. نحن كمجتمع وجدنا أنفسنا أمام مشكلة كبيرة وهي مشكلة الحظر آلاف اليمنيين الأمريكيين حاليا ونحن هنا نتمتع بحرية واستقرار ونمو هذا البلد. هناك أبناء لنا وأخوان لنا في جيبوتي في الأردن في مصر في ماليزيا في كل مكان يعانون. هذه المؤسسة بإذن الله وكل ما تملك وأنا أعتقد كل فرد هنا وكل فرد من أبناء الجالية هو سلاح من أسلحة هذه المؤسسة وأداة من أدواتها. كل واحد منا لديه شيء. زمن أن نتنافس جميعنا على شيء واحد أظنه قد خلفنا. مننا من يكتب ومننا من يصور ومننا من يتحدث ومننا من يعطي. هذا هو الجانب الحقوقي. الجانب الثالث ونحن شغالين عليه الجانب التجاري ألفي الارتقاء. هناك ما يقارب وهذه إحصائية
افريقيا 4000 محل يمني امريكي، لو 5 منهم اجتمعوا واشتروا من شركه تحصل تخفيضات، فما بالك لو تكتفنا جميعنا ككتله. والامل نحن نبني الان البنيه التحتيه من سافوير وغيرها لكي نقوم بهذا العمل. كيف بامكان اليمني الامريكي ان يرتقي؟ لابد ان نتحرك ككتله في الجانب التجاري ونمنحه الامتيازات، ونمنحه الامتيازات التي تسمح له ان يفعل ما يجب. هذا هو مشروع جمعية التجار اليمنيين الأمريكيين حرفياً تقريباً سنة ونصف منذ المظاهرة الكبيرة التي كل واحد منكم لا شك حضرها. وهذا المشروع أو هذه الجمعية هي من ثمار تلك المظاهرة، وقد هناك الكثير من الإنجازات لهذه الجمعية. أقامت أو ساهمت في رفع دعوتين قضائيتين، الأولى باسم الفائزين باليان الصيد من أبناؤنا، وأسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في وصول عدد منهم إلى هنا. وأيضا أقامت بالتعاون مع مؤسسة يمنية أمريكية أخرى حملة إغاثية لهم، استطاعت من خلالها أن تعينهم أو تسمح لهم البقاء في ماليزيا. على كل، هذا هو المشروع وهذا هو الفعالية الأولى، وإن شاء الله ستتبعها الكثير من الفعاليات. الآن لدينا الراعي الرسمي لهذا الحفل وهي شركة تنور. شركة تنور هي شركة طرقت أبواب الجالية الإسلامية بشكل عام والجالية اليمنية بشكل خاص، ولديها شيء تقوله، وسوف أترك الميكروفون الآن للأخت منى لتحدثكم عن هذه الشركة. I'm really happy for us to be here and to be part in supporting this great cause. Thank you again for allowing us to be part of it. I'm here with Samir Eats. How's everyone doing? MashaAllah. You know, this is the Yemeni organization, right? So I must say I love haniz. The lamb haniz is one of my favorite dishes. So I always go to Yemen Cafe, but thank you for allowing us to be here. You know, it's a great honor. We're here really to talk about what Noor has done for the Muslim community at large in the month of Ramadan. I think he wants us to move over. Yeah, it'll be better. So basically, myself, Samir, I have a food blog, halal food blog, called Samir's Eats, and I partnered with Noor because of all the great work they've been doing. They have donated funds to Islamic Relief that has helped feed over 1,000 people. And then I know you also donated these boxes. These are the bouillon, which you guys are all, you know, welcome to take. There's chicken and beef bouillon. They've donated those to an organization called COPO. We were with them the other night over in, with the governor, with the president of Brooklyn. So that was great. So they donated those boxes to help feed some of the people in Ramadan. They donated to Islamic Relief, you know, with their dollars. What we're encouraging everyone to do is visit the website, noorramadan.com. Yeah, go ahead. If everyone now, if you have a mobile phone and you have your phone right now, if everybody can please take their phone out, we want to share the khair, and the purpose of this is we really want to educate the community about how great the holy month of Ramadan is and Muslims are, and this is an opportunity to get on. So if you can go to www. Oh, the Safha will post it. Okay. So it'll be posted on the Safha. Please go onto that website as soon as you have an opportunity, and he could share. He'll definitely explain that to you so that we can share. شوفوا يا شباب، هذه الشركة أتاحت لنا الآن فرصة بإمكاننا نحن هنا ونحن ننتظر الفطور أن نسهم في إعانة فقراء. الشركة هذه لديها عمل تسويقي ذكي، ربطت العمل بالإغاثة.
لو سمحتم من من يريد ان يسهم الان يذهب الى صفحه المغترب اليمنيه الامريكيه الان بياخذ هذا العمل اقل من دقيقه صفحه المغترب اليمنيه الامريكيه هل دخلتم اليها هناك في الصفحه في المنشور قبل الاخير هناك شركه نور هناك رابط إذا نقرنا على الرابط الرابط هناك سيكون نور مثبت أوكي هو أول منشور المنشور المثبت إذا نقرت عليه وعملت أكيد إن إحنا في اليو اس اي فقط هذه الأربع العلامات إذا دقيت عليها كما أفعل الآن لقيت عليها ستتبرع الشركة بالفقراء حاليا هذا مشروع أقرنا ومع الأخ سمير وهو بالمناسبة هو نجم في الإنستغرام ولديه الكثير من المتابعين وهو أعتقد حاليا يبث عبر صفحته فالناشطين اليمنيين الأمريكيين قد أسهموا جلال الصلاحي محمد المسمري أبو يوسف العبدلي صفحة المغترب والكثيرون قد أسهموا في نشر هذا الخير عندما تنقر على هذا العمل ستتبرع باسمك ستتبرع باسمك الشركة سأتيح مجال الأخت مونات إكسبلين For you, thank you for everybody doing that. So it's basically what we want to spread the word of the Muslim community, spread the word, and educate everybody about Ramadan. And this is the opportunity for Muslims to share their good deeds. So that's the purpose of it. And you can do it once a day between now and the end of Ramadan. So please do that. We've donated for Islamic Relief to help over 1,000 people. We've also donated to help, they have Ramadan boxes that they spread over 6,000 people over the nation this Ramadan, alhamdulillah. And we're also helping with this and we help with COPO. So we want to encourage everyone to recognize the company and be able to know that they are supporting the Muslim community and we are supporting the Yemeni community. And this is the start for many other opportunities to come. So we thank you again for having us here. Thank you. All right, Jazakallah khair. I think it's time to. This is the first time that we actually opened our doors to accommodate this wonderful offering of the iftar to the community and to the merchants. We will have Noor come back when we are officially open, and we will do this again with them. And we thank them for their participation. And this is what it's all about. It's about Muslim organizations. Working and participating with Muslim organizations. You got it? Everybody gets it? Muslim organizations buying, you know, doing business with other Muslim businesses. We have to start doing that. The time to, you know, has passed already. You know, the Jewish community keeps, you know, the dollar goes around 13 times before it goes anywhere. We have to learn and participate and doing business with our brothers and our sisters and other organizations. So that we come, you know, we can get together and become stronger and participate in these wonderful things and serve in our community. Okay, Jazakumullah khair. This is just the beginning of many beautiful things to come. And with the participation of the merchants and the community, inshallah, we will do just fine. Thank you. So, shukran, Sharikat al-Noor, wal-Akh Mona, wal-Akh Samir. تقريبا سبع دقائق سيكون كالتالي سنعطي الجائزة الأولى وهي جائزة تاجر الشهر ومن ثم نفطر وإن شاء الله بعد الفطور سنمنح الجائزة الثانية تاجر الشهر هذا إنه شخص جميعنا نعرفه فما من محافل أبناء الجالية إلا وهو حاضر بعقله بقلبه بيده بماله شخص عندما تدخل إلى متجره رأسك يرتفع كونه يمني أمريكي فلو سمحتم معي أرحبوا بالأخ عبد الرزاق عيسى صاحب
And this is a family of that has been very generous over the years. بنتيح الفرصة لعبد الرزاق كلمة كنتين يقولها لنا ويمكن يخبرنا ما هو السر خلف كسب القلوب واستطاعته أن يرسم صورة رائعة لليمنية الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً هذا شرف لي وأشكر جمعية التجار اليمنيين. وها ما نقول به هو الواجب وليس يعني فضل الدنيا، هذا واجب الجميع، واجب الإنسان اليمني نحو إخوانه ونحو جاريته المساعدة والمساهمة والمشاركة والتفاعل مع قضايا المجتمع، أنه في الأخير أنا لا أخدم الجارية، لا أخدم أولا نفسي، أخدم أسرتي، أخدم جارية. أشكركم جميعا. أنا طبعا شركة Central Alliance في فورد أفنيو بروكلين، جوين لي تو فورد أفنيو بروكلين. شكرا لكم. لا لا عادي سلاتيق. الأمل الهدف الرئيسي وراء منح هذه الجائزة هو أن كل واحد منا يرى هذا الرجل وأن يحاول أن يصنع مثله. بإذن الله زمن نكون صريحين مرة أخرى، الكثير من الأمور تدور داخل المتجر اليمني التي لا تعكس لا تعاليم الدين الذي نحن صائمين أوامره، ولا تعكس تقاليد اليمنية العربية الأصيلة، ولا ما يرسم صورة لنا جميعا. وهذا الزمن قد ولى، هذا الزمن قد ولى. علينا جميعا أن نقول بشكل كل واحد منا بأسلوبه وطريقته أن المكانة والرقي والعلو لأبنائنا الذين يعكسون أروع صورنا. وعلى ذلك أذن، وكما يقولون يعني صدق الحق وصدق الله. قطار يا معين So we have samples over here for some of Noor's spices. There's some up here, so you can take some with you, inshallah. Okay? Thank Take a picture. This is really Yemeni. إن شاء الله بنروح نصلي في المسجد بعدين نرجع هنا نفطر إن شاء الله. أوكي؟ نصلي في المسجد ونرجع هنا نفطر.
شباب ان شاء الله بعد الفطور الصلاه ستكون في جامع مصعب الذي هو في الطرف الاخر، وبعدها لدينا تقريبا 10 دقائق من البرنامج والعشاء ان شاء الله بعد الصلاه. الصلاه ستتم من الاراد ان يذهب الى الصلاه ستكون في مسجد مصعب باذن الله، او مع شركه كنور او مع اي شركه. نحن كجاليه نعطي وناخذ باذن الله، ومن وقف معنا سنقف معه. الان ننتقل الى الجائزه الاخيره او الفقره الاخيره من هذا البرنامج، وهي جائزه تقدمها جمعيه التجار اليمنيين الامريكيين لمن يخدم الجاليه اليمنيه. جميعكم يعرف عن مظاهره البوديجا سترايك، وكثير من الوجيه قد برزت وعلى أساس أنها فعلت ولها الحق، ولكن هناك وجه وأنا شخصيا أشهد على ذلك. قبل الحدث، قبل أن يذهب 6,000 يمني أمريكي إلى برهول ويقول للعالم نحن لسنا الوحوش الذين تريدون أن تقولون للعالم إننا، قبل أن يغلق اليمني الأمريكي 1,000 متجر ويخرج ويقول أنا تاجر أعمل وأضيف إلى هذه المعادلة، كان هناك شخص منا وفينا ابننا طوال الليل يشتغل، يوجد يتصل في الإعلاميين، يواصل مع الناشطين، يدفع الكثيرون على البرود، يدير الصفحة في الفيسبوك التي من خلالها حضر ما يزيد عن 1,000 غير يمني. أيضا ليست أو ما يقدمه للمجتمع لا ينحصر على تلك الفعالية فحسب، بل هو من أوقد شعلة 26 سبتمبر في الحفل السابق، وأيضا هو أحد أبرز الناشطين في حفل السفينة والكثير من المحافل، وهو حتى اليوم وهو بيننا وفينا، ليس في الوقت الذي كثيرون منا قد يكونون قاعدين، هو يعمل يخدمنا، وهكذا هو دائما. 90% من الأعمال في معظم المجتمعات تتم خلف الأضواء، خلف الأضواء، و10% حين تحضر الكاميرات والميكروفونات. وللأسف المجتمعات الناشئة كمجتمعنا معظم الذين قليلون هم من يعملون حين لا تكون الأضواء حاضرة. صديقي محمد الصبري هو أحد أولئك الأشخاص، فرحبوا معي واعطوا هذا اليمني الأمريكي حقه. أشكر الأخوة في جمعية التجار اليمنيين الأمريكيين على هذا الشهادة اللي أعتز بها، يعتبر حافز إن شاء الله إنه واحد يواصل الجهد
بقوة أكثر إن شاء الله. وشكرا لكم لحضوركم جميعا، وأواخر رمضان مبارك عليكم كلكم. شكرا محمد باسم كل أبناء الجالية، شكرا كثيرا لك. العشاء الآن يقدم ورسميا، لا أدري الأخ هل تريدين تقولين كلمة أو اثنتين مع الأخ؟ Do you want to say a word or two to end this? Maybe introduce yourself. Okay. Again, my name is Samir Sarmaz. I run a halal food blog called Samir's Eats. If you're familiar with Yemen Cafe, you could go to YouTube and put Yemen Cafe Samir's Eats, and you'll see my episode, a show. I have a show on YouTube, and I highlighted Yemen Cafe, so go check it out. As I mentioned, I'm a big fan of Yemen food. Haniz is one of my favorites, Salta. All these foods are like the best. So when I found out I'm coming here, I'm like, I know I'm gonna be taken care of with good food, so I was excited. But yeah, I also wanted to recognize Noor Halal. Noor, again, for those of you who aren't here, has donated over 1,000, you know, they contributed towards 1,000 meals in the month of Ramadan. So they helped feed over 1,000 people this month by donating to Islamic Relief. They also work with another organization called COPA, which is a Pakistani organization where they help donate to their Meals on Wheels, Halal Meals on Wheels cause. So, doing a lot of great work. I would ask everybody, I know maybe now is not a good time, you guys are all hungry, but visit the website www.noorramadan, that's KNORRRRRR, and then you know, Ramadan. .com. So, inshallah, you know, I appreciate you guys having us. I wish you a lot of success. Moni here from Noor had told me you guys did a lot of great work, especially during the strike. So she gave me a little background of your community. And you know, it's very, very exciting because you guys are a large part of the footprint here in Brooklyn. I'm from Jersey, so I came, you know, I drove about an hour and a half to be here. But, you know, I live close to Patterson, for those of you, you know, that's probably the hub that many of you would know. Huh? I'm actually Indian, yes. So, but they just opened a Yemen restaurant in Pakistan, in Patterson, so I'm looking forward to checking it out. Instagram, I'm over 17,000 now, so. And so, yeah, follow me, at Samir's Eats, S-A-M-E-E-R, huh? Business card? Yeah, I can give you something. I'll just take your phone and I'll hit follow, okay? Alrighty. Well, thanks a lot. Yeah, and yeah, please, take a sample. Take a box, take two. There's chicken, there's beef. Those are bouillon cubes. Yeah, exactly. Yeah, here. So, yeah, exactly. So here you go. You got chicken, you got beef. You know, if you cook yourself, your wife cooks, your sister, your girlfriend, I'm just kidding. Halal only, right? Nikah first. Okay, so inshallah, you know, you give it to them and maybe they'll make you a nice meal. So, alrighty, brother. Thank you for having me. قبل أن أنهي أريد أن أقول كلمة. لو سمحتم الأخت عبير الحنازي هنا مديرة المكتب تشتغل بشكل كبير لإنتاج برامج المنظمة، منها قضية تحت المجهر والحلقة الرابعة أنتجت أمس، فلا تجعلوا عملها أولا. لا تجعلوا عملها يروح هباء. نحن هنا في جمعية التجار، والله العظيم يا جماعة إن إحنا نتعب لكي ننتج مادة مفيدة، فأقل ما يمكن في هذا المشوار، وأنا أسميه فعلا مشوار الارتقاء بجاليتنا، أقل الأخت رابعة جزاها الله خير، دائما she always does his part, the rest of us إحنا جالية كبيرة.
ومثلما نلتفت لبعض الأمور التي هي لا تفيدنا، دعونا نلتفت للأمور التي تفيدنا. وأقل ما يمكن علينا فعله هو أن نشيد بمن يتعب لكي ينتج من المواد. وعلى ذلك نقول خواتم مباركة، وكل عام وأنتم بخير، وشكرا لمن كان له يد في إنجاح هذا الملتقى الميداني الثالث لجمعية التجارة اليمنية. By the way, if anybody wants one of these beautiful aprons, leave your email and I will send it to you. This one is mine. Nobody's gonna get this. You didn't see it? Take a picture. It says, Noor, halal, all 100% halal. So when you eat your food, remember, Noor halal. Okay. محفل يخص اليمني الأمريكي إلا وكان حاضر بماله وبيده. هذه ليست الجائزة، جائزة من يخدم الجالية سنعلن عنها بعد دقيقتين، ولكن الأخ أحمد السعدي، لو سمعت أخ أحمد أحمد السعدي صاحب بقالة وفد حمد السعدي في البرانكس، ابقى واقفا كي يعرفوك النجم الأخ أحمد السعدي، عندما اشترت الجالية مبنى تبرع $5,000. عندما فتحت الجالية اليمنية صحيفة المهجر وطرقت الأبواب تبحث عن سبل لمن يعينها، الأخ أحمد اشترى إعلان لمدة سنة. اليمنيون الأمريكيون كرماء، من أكرمهم ملكهم. اللوحة في هذا المتجر، اللوحة في هذه المقر متبرعة أو متبرعة من بقالة الأخ أحمد السعدي. الأخ أحمد السعدي يبحث كل يوم كيف أن ينقل لليمنية الأمريكية اليمن إلى حيث هو. فإذا من أراد بيعه بين قوسين قصار فليذهب إلى متجره. من يريد كيش، كل عندما تدخل متجره تحس أنك باليمن. فأرجوكم نيابة عن الجالية اليمنية ككل وعن جمعية التجار، أود أن أشكر الأخ أحمد السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام ما قل ودفون. أنا مش ضيف، أنا يمني. يعني الواحد يجي على أمريكا يقول عن نفسه أردني يمني أمريكي ولا يمني أمريكي. أنا أردني يمني أمريكي. وكما قلت أبو يوسف وكل اليمنيين، بس أبو يوسف هو أكثر واحد مقرب. الفضل بعد الله لليمنيين. بغض النظر ما ايش عملنا، جنينا فلوس، اخذنا شهره للمحل، طبعا الشهره ما ندور لنفسنا،
احنا برضو نعمل نقدم عشان ناخذ بس اللي اخذناه من اليمنيين كم نقدم لهم احنا بنضل مقصرين معهم. فنشكركم جزيل الشكر عليكم لنا معكم تقريبا 10 سنين شغالين يعني ما شاء الله التركيز دائما على الجاليه اليمنيه واليمنيين الحمد لله في البرانس وكثير من مدن ثانيه غير البرانس في نيويورك سيتي الحمد لله رب العالمين هم زباين عندنا يدخلوا كانوا مدخلين بيوتهم مرتاحين بالتعامل مع الزباين مع العمال مع حتى معنا اغلبهم يطلبوني شخصيا وانا دائما جاهز لهم. فمهما قدمنا لكم احنا يعني عزيزين عن شكركم للخدمات اللي قدمتوها لنا وللدعم اللي قدمتوه لنا واقل شيء ممكن نقدمه لجمعيه التجار اليمنيه هو الصايد.